أكبر. نلتقي بأحد المجاهدين المتواجدين على خط الجبهة الأول. عرفنا في حضرتك عمه وشو وضعك هون وشو مهمتك في هاي النقطة. أبني ضال من جند الحق. نحن مرابطون حول مطار كويت العسكري من أجل إعاقة تقدم أي حركة للعساكر تبع الطاغية، ويوجد هنا أيضا عناصر حزب الشيطان ومن حزب الإيراني أتوا استنجد بهم الطاغية بشار من أجل فك الحصار هنا، ولكن كل محاولاتهم باتت بالفشل، وذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية يا رب. الله أهلا وسهلا يا شيخ. عشان كيف التركية يا رب؟